إني كررت في الليالي السابقة توصية الشباب المثقف بقراءة الكتب. الحقيقة الكتاب يجب أن يكون شيء لا ينفك عن الإنسان، يعني يطالع الكتاب الليل نهارا حتى وعنده في السيارة، مو بسيارة تسوق، حتى الكتاب يسبب لك اختلال الحواس، لا، أنت جالس في سيارة وإنسان آخر يسوق السيارة طالع كتاب، وأنت راكب في الطائرة، وأنت تمشي على البحر، وأنت تريد النوم، وفي كل حال وفي كل حال اللازم على الإنسان أن يطالع الكتب حتى يزيد في معلوماته، ولا يكون خاص بأن المنبري قال أو العالم قال أو فلان قال، لا لا، أنت ما دمت كنت مثقفا بنفسك طالع الكتب حتى تطلع. الإمام أمير المؤمنين يقول قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني شكدر تتعلم علم خريج الابتدائية قيمتك بمقدار 6 صفوف، خريج الثانوية قيمتك بمقدار 12 صف، خريج الجامعة قيمتك بمقدار 18 صف من العلم، دكتور قيمتك بمقدار 24 سنة من الدراسة، فوق الدكتور بروفيسور قيمتك بمقدار 30 سنة 40 سنة. أي إنسان قيمته بمقدار معلوماته في الاجتماع. المال له قيمة لكن قيمة منفصلة، يعني المال مو مربوط بك، وإنما المال منفصل عنك، وإنما الشيء الذي يقوم الإنسان ما في صدره من العلم. الشاعر يقول علمي معي أينما قد كنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في الدار كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم إني أوصي الأصدقاء بأن يطالعوا الكتب، وفي الحقيقة إذا قلت أنا هنا شيئا أرجوهم أن يراجعوا هذه الكتب التي أشير إليها في هذه الليالي، حتى إذا صار مع الكلام والبحث والجدل وما أشبه لا يقولوا إن محمدا قد قال وسمعناه، لا يقولوا إني رأيته في الكتاب الفلاني في المكتبة الفلانية وهذا صحيح، أو أنه فرضا يراجع ويرى أن الموضوع غير موجود كما قلت أنا، فليأتي وليقول لي أني راجعت في الكتاب الفلاني الذي قلت أنت ولم أجده، ولماذا قلت وفي أين وجدت؟ الكلام في أساس الأنبياء، الكتاب منزل من عند الله على موسى، وهناك إنجيل منزل من عند الله على عيسى، لكن التوراة والإنجيل الحقيقيين حرفا، يعني أنه كما يقول القرآن الحكيم يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلمة كلام جمع كلمة، يعني أن اليهود والنصارى بعد أنبيائهم زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا في كتبهم. وصدق الله، فإن هذا الكتاب الذي الآن بأيدي العالم وبأيدي المسيحيين وبأيدي اليهود، هذا الكتاب بنفسه يدل على أنه كتاب مفترى وكتاب مكذوب، وأنه كتاب ليس بمقدس. هم يسموه الكتاب المقدس. هذا الكتاب مطبوع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية، وفي مرة رأيت أنه بأكثر من 500 لغة هذا الكتاب مطبوع، ويقدس هذا الكتاب ما يقارب من 1000 مليون إنسان،
لأن المسيحيين أكثر من 100 مليون كما يقولون هم، واليهود هم انضموا إليهم، لأن اليهود يعتقدون بالتوراة والمسيحيين يعتقدون بالتوراة والإنجيل، فكان ما يقارب من 1,900,000,000 إنسان يعتقدون بهذا الكتاب. لكن دعنا لنتكلم حول نسبة هذا الكتاب أشياء غريبة إلى جلال الأنبياء. الآن ذكرنا في القرآن الحكيم الله تعالى شلون يصف الأنبياء، وطبيعي الأنبياء يجب أن يكونوا في غاية النجاة. دعنا عن الأنبياء، إذا رأيت إمام جماعة في مسجدكم أو في مسجد إنسان آخر يكذب، هل أنت مستعد أن تصلي خلفه؟ أو والعياذ بالله رأيت عالما يشرب الخمر، هل أنت مستعد أن تتعلم منه المسائل وتأخذ منه المسائل؟ كل إنسان وكل عقل فطري يقول إن الذي يرتبط بالله يجب أن يكون في غاية النجاة، يجب أن يكون في غاية الطهارة، يجب أن يكون لسانه، يده، رجله، فكره، كل شيء منه في غاية الرفعة. هذا شيء واضح؟ نأتي إلى الكتاب المقدس ونذكر لكم فقط قصتين أو ثلاث، وإلا هي قصص كثيرة، حتى نعرف قدر قرآننا في الحقيقة، ونعرف أن القرآن كيف تحررنا من هذه الاعتقادات المنحرفة. الكتاب المقدس عند المسيحيين واليهود، وقلنا يسمون الكتابين بالكتاب المقدس التوراة المنزل على موسى والذي حرف، والإنجيل الذي نزل على عيسى والذي حرف. المسيحيون جمعوا هذين الكتابين في كتاب ضخم، وفي دقاقيل الكويت يباع هذا الكتاب، وفي كل العالم يباع بمختلف اللغات والألسنة، ويسمون المجموع بالكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس، يقول إن الله بعث موسى إلى فرعون، الكتاب المقدس يقولها، وأخذ موسى زوجته ومن مدين شعيب توجه إلى مصر لينصح فرعون وليرشده صحبه. في الطريق وصلوا إلى مكان وكانت زوجة موسى حاملا، وفي الصحراء وضعت زوجة موسى ولدها، واسم زوجة موسى صفوراء، وصفوراء بنت نبي من أنبياء الله يسمى بشعيب. موسى أخذ بنت نبي، النبي اسمه شعيب وزوجته اسمها صفورة، وموسى النبي، نبيان وبنت نبي، بنت نبي وزوجة نبي. هؤلاء انفصلوا عن مدينة شعيب قاصدين مصر، حتى أن موسى يبلغ رسالات الله إلى فرعون. في أثناء الطريق هذه المرأة كانت حاملة صفورة، وفي الطريق وضعت، لا بأس، إلى هنا شيء واضح وطريق. يقول في الطريق الله لحقهم، الله هو بنفسه لحقهم. أولا الله مو جسم حتى يلحق إنسان ويأتي ويقابل إنسان، الله ليس بجسم، الله ليس بعرض، الله ليس ذا مكان، الله ليس ذا زمان، كل شيء واضح هذا الشيء. يقول الله لحقهم وأخذ موسى وأراد أن يقتله، الله أراد أن يقتل موسى في أثناء الطريق. بعد ذلك زوجة موسى صفوراء، هذا كلما توسلت أن الله لا يقتل زوجها ما قالوا يا الله لازم موسى خير يريد يذبح موسى. فصنعت الزوجة شيئا، وهي أن الزوجة أخذت قطعة من الحجر
وقطعت بهذه القطعة ذكر ولدها، يعني الخشفة، خشفة يعني الزائد من الذكر، قطعت الزوجة الزائد من ذكر ولدها، وصبغت الزوجة بالدم السائل من ذكر ولدها رجلي موسى، وقالت لله: يا الله، هذا الريس اتركه. اللهم تركه. القصة لا أقولها أي موضع من القصة مربوط بالعقل. أولا الله باعث موسى ليرشد فرعون، لماذا يلتحق به ليقتله؟ فرد أنت إنسان عاقل تبعث إنسان في مهمة ثم تريد قتله، ومع واضح أن الكتاب المقدس لم يذكر شنو السبب حتى الله أراد قتل موسى وهو نبي عظيم من أنبيائه ويذهب لإرشاد فرعون. أولا الله لماذا أراد قتله؟ هذا ما عند أي ميزان علمي ولا عقل. ثانيا الله مو جسم مثلي ومثلك حتى يلتحق بإنسان ويقتله. الله جسم، الله ينزل، الله يقتل، يعني مثل قتل الإنسان العادي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، إذا الله أراد قتل موسى يرسل إسرائيل مثل ما الله يومي 10,000 إنسان يميتهم، خلي ميت موسى أيضا، ما هو داعي هو يأتي ليقتله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا الكويتيين وغير الكويتيين الجالسين هنا كم ميت شايفين؟ واحد منهم الله جاي قاتله، توفته رسولنا، يرسل إسرائيل، يرسل ملك آخر لقتل إنسان أو لإمادة إنسان، أما هو بنفسه ينزل ويريد قتل إنسان، هذا مو مسبوق لا قبل موسى ولا بعد موسى. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع يا عقلاء، وأنتم كلكم عقلاء، ذكر الولد يقطع بالصخرة. شايفين هذا الشيء في العالم أصلاً؟ الذكر المطهرجية على الاصطلاح الطهور يجيبون حديد أو ما أشبه أو سكينة ويطهرون الولد ويقطعون الذكر. أما الصفورة أخذت كما يقول الكتاب المقدس قطعة من الحجر وقطعت بها ذكر ولدها. هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس، ثم إن هذه المرأة لطخت رجلي موسى بدم ذكر الولد وقال لله: يا الله، ضع الريس. الله ما يفهم هذا النوع الريس. الريس زوجتي ولدت، الريس يعني مال قبل ليلتي، مال قبل أسبوع، انتهى الآن في شهر العسل. أما الريس مال قبل سنة حتى أن الزوجة ولدت، هل هذا مربوط؟ الله يعني طفل ما يعرف هذا الشيء. هذا الخامس. السادس، شنو ربط بالموضوع؟ إذا الله أراد قتل موسى وتبين أن موسى عريس، موسى العريس لازم لا يقتل، موسى غير العريس لازم يقتل. الواقع إنسان وقت اللي يلاحظ هذه القصة يشوف أي فرق كبير بين القرآن الحكيم الذي يصف الله ويصف جلاله، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فرد الله خشك في القرآن الحكيم، والله اللي في الطريق يلتقي بموسى رسوله ويريد قتله وتخدعه امرأة، هذا الله. ثم هذا موسى، موسى النبي هكذا يصارع مع الله والله يريد قتله وهو يشرد من الله، واخيرا زوجته يعني زوجة موسى صبورة تنجي هذا الرجل وهو موسى. لكن في الحقيقة اناس انحرفوا عن جادة الحق والصواب يقعوا في هذه الاشياء المخالفة لعقل طالب في ابتدائية. تعال قول هالقصة لطالب في السادس الابتدائي، لأنه الطبيعي
الولد الكبير يروح المدرسة عمره 6 سنوات، و6 سنوات في المدرسة يصير 12 سنة عمره. كل هالفترة الولد عمره 12 سنة، كل يوم يقبل منها. الله أكبر، لو موسى أكبر، زوجة موسى هكذا وقطع ذكر ما أدري صوام يعني قطع عدنان. صح هكذا أشياء يخالفها كل عقل. هل هذا نبي؟ هل هذا إله؟ هاي قصة. القصة الثانية والأعجب من هذه القصة الحقيقة وكل ما في هذين الكتابين والذي يسمى بالكتاب المقدس حقيقة غريب في غريب في غريب، وأنا أتعجب الذين حرفوا هذا الكتاب، هل لم يكن لهم عقل؟ صح أرادوا تحريف كلام الله، لكن يخلون في مكان كلام الله كلام معقول، مو كلام غير معقول، حتى الطب يعرف أن هذا غير معقول. القصة الثانية داوود أحد الأنبياء العظام، يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة الله، هذا كلش حاجة كبيرة، خليفة الله يعني شنو؟ يعني الله يتصرف في الكون، في المطر، في الشمس، في البحر، في النبات، في الأحياء، في الأموات، داوود يمثله، هذا هو معنى خليفة الله، خليفة الأمير يعني شنو؟ يعني كما أن الأمير يتصرف في وزارة الكهرباء والماء والمواصلات والداخلية والخارجية والدفاع، الخليفة ولي العهد يتصرف في هذه الأمور، ومعنى هذا نفس الشيء خليفة الله، بمعنى خليفة الله يعني يمثل الله، صح؟ داود يمثل الله والقرآن الحكيم يذكر داود بعظمة هائلة. تسمعوا هذه القصة الثانية المذكورة أيضا في الكتاب المقدس حتى تعرفوا أن لما ندعي عصمة الأنبياء إلى أي حد نرتفع عن السفاسف، وأن الذين لا يقولون بعصمة الأنبياء إلى أي درك ينزلون من الخرافات. يقول داود عليه الصلاة والسلام الكتاب المقدس يقولها، مو أنا أقول، ونافل الكفر ليس بكافر، وهو خليفة الله وعد كم زوجة لأنه بطبيعة الحال جائز ومحلل له أن يتزوج ما شاء من النساء، وكانت له زوجات، وهو خليفة وهو ملك وهو عابد وهو زاهد وهو شخصير. يقول بلد يوم شاف فرد طير حلو بالسفر، راح ياخذ هذا الطير، مثل الطير شي مثلا، شايفين فرد عالم يروح بالسطح ياخذ له فرد طير حمام وما اشبه. الكتاب المقدس يقول لي داوود الشايب خليفة الله النبي الزاهد شاف فرد طير بالسطح اراد ان ياخذ هذا الطير، الطير طاب، الطير ما يبقى على سطح شي واضح الا اراد ان تاخذه ويطير، الطير طاب، داوود دنك على بيوت الجيران، شايفين فرد عالي يدنك على بيوتكم من سطحه حتى يبلع شكو في بيوتكم ماكو في بيوتكم، دنك على بيوت الجيران، اطلع على بيوت الجيران، واذا امرأة جميلة شابة عارية تغتسل في السطح، داوود لما رآها عشقها، داوود ينظر الى اعراض الناس والمرأة الشابة الجميلة ثم يعشقها. هذه في الحقيقة إذا إنسان عادي يصنع هذا الشيء نحن نقول إنه مجرم، فكيف إذا عالم، فكيف إذا مجتهد، فكيف إذا مرجع، فكيف إذا نبي. يقول داود عشقه نظر بلصر صاحب أحد الحزم، قال هذا بيت منه؟ هذا بيت مختار واضح، وهذا بيت قاسم الصباح واضح، وهذا بيت حج إبراهيم واضح، هذا بيت منه؟ قال خادمه، قال هذا بيت أوريا القائد العام لقواتك المسلحة. قال زين، هذا البيت اللي لأوريا القائد العام لقواتك المسلحة منو عنده في البيت؟ بنت، زوجة، أخت؟ قالوا له ما عنده أحد في داره إلا زوجته. قالوا فصيح الزوج جيبوه، فذهبوا وصاحوا زوجة أوريا، وأوريا القائد العام لقوات داوود، وكان أوريا في ساحة الحرب، لا
لأن بين داود النبي الملك السلطان وبين جماعة من الكفار حرب في مكان بعيد، فأوري القائد العام رايح للمحاربة هناك، فأمر داود كما يقول الكتاب المقدس، أمر داود أن يؤتى بزوجة أوريا إليه. صح، جاءوا بزوجة أوريا، يقين مسألة، يقين موعظة، يقين كلام، يقين سلام، كذا. فالجماعة راحوا وأقفل داود الباب على زوجة أوريا وزنى بها زنا محصنة، نبي من أنبياء الله، وعدي كم زوجة وهو شايف، ويزني بزوجة قائده العام، ثم أطلق سراحه. حقيقة إنسان يجب أن يعرف ما في يده مما في يد غيره، لأنك لا تتمكن أن تقدر ما في يدك إلا إذا عرفت ما هو في يد غيرك. بإمكانك فرد جواهر في يدك، هذا الجواهر يسوى مليون دينار، وأنت تظن بأن هذا الجواهر يسوى 100 دينار، أما إذا وديت للسوق وشفت جواهر أردع وأسوأ من هذا نصف مليون، تعرف قدر جواهرك. يقول الكتاب المقدس، يقول على أنه فذهب الزوجة أوريا المزنية بها إلى دارها. صح، بعد ذلك بعد مدة جاء أوريا من الجبهة، ولما جاء أوريا الزوجة أحست بالحمل. بعد شهر أوريا رجع من الحرب، الزوجة أحست بالحمل، المرأة زوجة أوريا أحست بالحمل، حملت من داود من الزنا يعني، لأن الزوج وهو أوريا مد في ساحة الحرب، يعني مو هالقريب جاء مثلا قبل سنة رايح، إلى هسه ما جاء، هسه جديد جاء، وإذا زوجته حاملة. الزوجة حملت الفضيحة وجاءت إلى داود وقالت لداود: إني الآن حامل، وإذا زوجي يأتي عندي انفضحت وانفضحت. أما انفضحت، أمد انفضحت، لا داود النبي. العلاج شنو؟ قال العلاج أنا أسوي العلاج داود، قالت العلاج أنا أدري. قال لأوريا: الآن ارجع إلى جبهة الحرب، ما لك حق الآن ارجع إلى جبهة الحرب. أوريا قائد عام مجبور يطيع، وداود ملك النبي ومجبور أن يطيعه، فرجع إلى ساحة الحرب، وكتب داود كتابا إلى الجيش أن قدموا أوريا في مقدمة الجيش حتى يقتل. يعني لأن القائد العام دائما لا يروح أمام الجيش، لأن القائد العام إذا راح أمام الجيش هذا يقتل، شيء طبيعي، فمن الضروري أن القائد العام يقف في القلب حتى هو يحرك الجيش ويوجه الجيش ويقول للجيش روحوا ويقول للجيش لا تروحوا. وإنما داود كتب كتاب سري إلى بعض القادة هناك أن قدموا أوريا الحتي، حتي وصفه، أن قدموا أوريا الحتي أمام الجيش حتى يقتل هناك، وقدموه وقدموه. وهكذا فعلوا القواد الآخرون، قدموا أوريا الحتي إلى مقدمة الجيش فقتل. ولما قتل أوريا الحتي، داود قال الحمد لله رب العالمين، وطلب الزوجة وضمها إلى نفسه قبل انقضاء عدتها أيضا. هل هذا نبيا؟ هذه القصة في الحقيقة إذا نسبت إلى إنسان عادي، ماذا يقول الناس في هذا الإنسان العادي؟ وهذه القصة الصغيرة إذا عرضت على المحكمة، أي محكمة في العالم، لا يقول إن هذا الرجل من أكبر المجرمين، يزني بالنساء الناس ثم يقدم ذلك الزوج إلى القاتل ويتخذ زوجته. قال شنو؟ قال معنى الذين لا يقولون بعصمة الأنبياء. وقصة 23 وقصة 100 من هذا القبيل. وإذا أخذت الكتاب المقدس
واطلعت على ما في كتف هذا الكتاب ترى العجائب، وقلت اني اتعجب الذين حرفوا، لماذا لم يحرفوا تحريف عقلائي؟ اما تحريف غير عقلائي لماذا هذا الشيء اصلا؟ ثم شلون رضيت الكنيسة والبابا المسيحي أن يكون هذا في كتابهم ويبقى فضيعة الحقيقة؟ حقيقة إذا كان مثل هذه القصة منسوبة إلى أحد علمائنا، مو أحد أنبياء، مو أحد الأئمة، في الحقيقة نحن كنا نخجل من أن الله شكل قصة أكو في الكتاب، لكن هذا الشيء موجود ومطبوع بمختلف اللغات. فلتمرة يا حدثتني قصة، هذه القصة نسمعوها لا بأس. بالنسبة إلى عقيدة الأنبياء كلام، لا تنسون أننا نعتقد أن الأنبياء معصومون، أن الملائكة معصومون، أن الأئمة معصومون، أن فاطمة ومريم معصومتان، أربع طوائف، هذول معصومين. مو أنهم ميزنون، لا، حتى كذبة صغيرة مستحيل أن يقولوها. ذات مرة كان عندنا في العراق قبل 20 سنة هذا القصة، لأن هذا القصة يضيّن إلى الكتاب المقدس عندهم. كان عندنا في العراق في زمان عبد الكريم قاسم الكهرباء ضعيف، كان عندنا هذا الكهرباء ضعيف. فجاءوا بمهندسين من الخارج يمدون أسلاك وينصبون معامل لكهرباء قوية، وهذا الكهرباء كان يسمى بالضغط العالي، كله كربلائي عراقي في هذا القصة، من بغداد إلى كربلاء إلى النجف، المناطق كلها جروب كهرباء الضغط العالي، يعني كهرباء صار مثل كهرباء الكويت، صار قوي بينما سابقا كان كلش ضعيف. المهندس العام للضغط العالي هذا كان مع الشيخ عبد الزهرة الله يرحمه، الشيخ عبد الزهرة كان أحد خطبائنا في كربلاء وفرد مرة من الكويت كان، وتسمعون صوته في الإذاعات ومناسبة عشرة عاشوراء يوم عاشوراء تسمعون صوته. هذا الشخص المهندس العام للضغط العالي الغربي كان له صلة مع شعب الزهر مناسبة، شايفة في مجلس، شايفة في محل، شايفة في مكان، فكان له صلة وصداقة معه نوعا ما. فالمرة كان هذا المهندس العام قايد الشيخ عبد الزهر، انا اريد اشوف محمد، يعني انا اشوف ليه الشيخ عبد الزهر مقال لي انه هذا يريد يشوفك، قلت انا ما اعرفه، انا اخذ الطريق. ثم سالت الشيخ عبد الزهر هذا لماذا يريد يشوفني؟ قال هذا من القسم المهندس العالم، يعني المسيحيين عندهم مثلا مهندس وفي نفس الوقت رجل دين، طبيب وفي نفس الوقت رجل دين، وبناء ما أشبه، فهو مهندس وفي نفس الوقت هو رجل دين أيضا، بس مسيحي على مشكل تشكيلة. وهذا يمكن أنه يتكلم ويقع المسيحية والإسلام. شيخ عبد الزهر قال لي قل خليني إن شاء الله. شيخ عبد الزهر قال لي أنا أخاف، يعني هذا كلش رجل قوي. قلت الحقيقة إذا كان عنده معلومات أنا ما أدري لا أستفيد منه، وإذا ما عنده معلومات أنا أفيده، فأنا إما أستفيد وإما أفيد، ولعل عنده موضوع عن الجاهل فهذا أتعلم لا بأس، لأن الإنسان يجب أن يعلم ويتعلم. خليط قطر قال زين، هذا ما يريد يجي في اجتماع عام، يعني قاعد ديوانية وكذا، يريد فرد وقت خلوة تبدي يجرس أي خالف. خليط قطر عندي ساعة بالليل، ساعة 4 عربي كنا نقول في كربلاء، يعني 4 ساعات بعد غروب الشمس، كان ما عندي أحد، ما يكون أحد. خليط قطر طبعا بالليل اجا، هو شعب الزهر اجا واتكلم وكذا، وبرضه رجل طويل كان وابتدائي شويه لا باس به، كان يحكي وبتبين لنا انه وحده معلومات واسعه ولا باس به، لا باس بها. كان يتكلم وكذا، بعدين هو كان شويه مثل عنيف النزعه عنده، شويه عصبي ما اشبه، تكلم حول الاسلام او المسيحيه، وانا كلمته كل اداب، اصلا ما قلت اي شيء تهجما الى دينه او مذهبه، كان ضعيف عادي احكي. هو ثلاث مره طلع وتهجم على رسول الله، قلت لرسول الله، قال الرسول كذب. قلت له شلون تقول رسول الاسلام كذب وعيسى مو كذب؟ لان عيسى عنده معجزات ورسول الاسلام عنده معجزات.
فإذا عيسى صدق رسول الإسلام صدق، وإذا رسول الإسلام كذب فعيسى أيضا كذب. قال لا أبدا، عيسى عنده معجزات والثابت وكل المسيحيين ينقلون، ومحمد ما عنده معجزات. قلت لا بالفعل، محمد عنده معجزات والثابت وكل المسلمين ينقلونها. إذا تقول أنت عيسى عنده معجزات وكل المسيحيين ينقلونها، فمحمد أيضا عنده معجزات وكل المسلمين ينقلونها. هذا هو الرضا. فإما كلاهما كذب وإما كلاهما صدق. وحيث أنت تعترف بأن عيسى صدق فنبي الإسلام أيضا صدق. هو شوية تحامل على النبي. أنا هواية تأذيت من تحامل على النبي. شو بدها يتحامل بلا منطق؟ لأن قد يكون فرد واحد يتكلم وياك وعنده منطق، قد يكون فرد واحد يتحامل عليك ويسبك ويهجمك. قلت له أنت شتريد مني؟ شاهدي بها الكلمة. قلت انت شتريد مني؟ قال انت تؤمن بعيسى. قال لي قلت اني لا اتمكن ان اؤمن بعيسى. قلت اني اؤمن بعيسى، عيسى اللي في قرآننا موجود انا اؤمن به، اما عيسى اللي في كتابكم المقدس انا ما اتمكن اؤمن به. قال الوش اسمعوا يا شباب، قال الوش، قلت ان عيسى الموجود في كتابكم رجل ملعون. هذا من قلت له هذه الكلمة احمر وفرد شكل تجر. قال شو تقول؟ قلت انا ما اقول هذا الكلام، هذا كتابك يقول. ولهذا انا اقول لك ما اتذكر اؤمن بعيسى مالك. انا اؤمن بعيسى مالك، عيسى الموجود في كتابي وفي قراني انا اؤمن به، هذا صحيح. اما عيسى الموجود في كتابك المقدس التوراة والانجيل انا ما اتمكن اؤمن به، لانه هو رجل ملعون. قال شو تقول في كتابك يقول؟ قال كتاب يقول احمر وهو يتأذى. قال كتاب يقول في كتابك يقول؟ قلت انت مو من قسم العلماء؟ قسم الباباوات؟ قسم رجال الدين؟ قال لي قلت انت مو مطلع عن كتابك، شنو في كتابك؟ ولا ما كنت تأتي تدعوني إلى دينك؟ قال ما موجود في كتابي هذا الشيء، قلت أنت مو مطلع. اتفاقا عد الكتاب المقدس موجود هناك، شلته وطبع لندن هذا اتفاق الكتاب باللغة العربية، شلته رسالة، لا تنسون يا شباب، بولس إلى أهل غلاطية، غلاطية منطقة، وبولس نبي من أنبياء المسيحيين، هم يعتقدون أنه نبي، نحن بنعتقد. بولس يعتقدون بأنه نبي. لا بأس. عند هذا الرجل رسالة، هذا النبي عندهم واسمه بولس، رسالة إلى أهل غلاطية، غلاطية منطقة، أمر الله عندهم الجغرافة، رسالة له إلى أهل غلاطية. يقول في رسالته باللغة العربية، يعني كتاب مترجم باللغة العربية، يقول إن عيسى ملعون بهذه اللفظة، مو لفظ غير، لأنه بقية كلامه ويعتبرون هذا وحدا من الله، لأنه مكتوب من علق على الخشبة فهو ملعون. فتحت الكتاب اتفضل، كتاب يقول عيسى ملعون، أنا لا أتمكن أن أؤمن بهذا الكتاب ولا أتمكن أن أؤمن بمثل عيسى هذا. هذا حقيقة بروع الكتاب، وعرفت أنه ما كان مطلع، لأنه إذا كان مطلع على هذا الشيء ما كان هالشكل يهاجم. بروع الكتاب كلمة بعد ما قال أبدا، كلمة سكوت خلص. بعدين كيف عني هذا الكتاب اجمعوه، هذا الكتاب مو مفخرة، الكتاب يجب أن يكون مفخرة الأمة، مو ينسب أنبياء الله وأعظم من أعظم أنبياء الله كعيسى بأنه ملعون. هذا مش صحيح. سكتنا وخلاص وانتهى وقام وراح. شعب الزهر انطلح وراح طلع. بعدين شعب الزهر قال لي أنا شو تكلمت وياه؟ قال لي واقعا هو اللي يقول نبيكم يكذب، أنا أسكت عليه ونبيي يكذب مو موجود، أما نبيه ملعون على اعتقاده موجود في كتابه. وأنا بحثت معه وناقشته وهو هاجمني أولا. كتاب داود
داود يزني. موسى يريد الله أن يقتله ثم زوجة موسى تخدع الله. وعيسى ملعون. هذا هو الذي نحن نقول المسلمين، نقول إن أنبياء الله معصومون، وأما الله سبحانه وتعالى فهو فوق ذلك، ولا يعبر عن الله بالمعصوم أبدا، وإنما يعبر عن الله بالصادق بالوفي بالشكور بالصبور بما أشبه من الأسماء والصفات. وبعد ليالي قليلة أني أوصل الأصدقاء كلهم ليالي إحياء 19 21 23 من المستعد أن يأخذ كل واحد منكم كتاب الدعاء مفاتيح الجنان أو غير مفاتيح الجنان، وتقرأوا في هذا الكتاب دعاء شنو جوشن الكبير. أكو دعاء يسمى بالجوشن الكبير، في هذا الدعاء 1000 اسم من أسام الله، 1000 اسم. ومن المستحب أن الإنسان يقرأ هذا الدعاء ليلة 19 رمضان 21 رمضان 23 رمضان حتى نعرف نحن أننا كيف نعتقد بالله، وحتى إذا قارنا نعرف أن غيرنا كيف يعتقد بالله. ويجب علينا أن نقرأ القرآن حتى نعرف أننا كيف نعتقد بالأنبياء، ونقرأ الكتب الأخرى حتى نعرف أن غيرنا كيف يعتقد بالأنبياء. اعتقادنا بالأنبياء أنهم أناس معصومون، يعني المعصوم لا يذنب لا يخطئ لا يزيد لا ينقص ولو بمقدار حرف. أبو فرق آية في القرآن الحكيم، لأن قسما من المسلمين اللي مو مطبوخين كانوا بطبيعة الحال ومو منضوجين، هذول كانوا يظنون أن نبي الإسلام فرق واحد معدنا، واحد عادي وهذا هو، وفرق عالم وفرق زاهد وفرق تقي وما أشبه، كانوا يتصورون هذا التصور، ويتصورون أنه هو من كيسه الخاص يتكلم يزيد وينقص. نزلت في هذا الشأن آيات لرد هؤلاء، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا رسول مو إنسان عادي أو عالم عادي أو مرجع تقليد، واعلموا أن فيكم رسول الله. في آية أخرى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في آية ثالثة الله تعالى يقول، كلش عجيب هذه الآية، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأن قسم من المسلمين غير الناضجين كانوا يقولون محمد يأتي بقصص العرب عاد وثمود وصالح وما أدري فلان يأتي بقصص العجم، لأن فرد واحد كان قصاص في الجزيرة العربية كان يذهب إلى إيران ذاك اليوم ويأتي بقصص ملوك إيران كبار إيران علماء إيران شخصيات إيران، فقسم منهم كانوا يقولون إثنين هم ذو القصاصين، هذا يروح إلى إيران يجيب قصص الإيرانيين، فلان إنسان هذا إنسان كان قصاص، وهذا محمد ينهب ويأتي بقصة عاد وثمود وصالح وهود وذوي العرب، هذا هو لا أكثر ولا أقل. الله تعالى قال لا، مو مسألة أنه هل يطلع قصص من جيبه أو سامع من فلان إنسان قصة ومن فلتان قصة ومن فلان شيخ عشيرة ومن فلان عجوزة قصة، لا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني النبي هذا منزلته، لو كان ينزل إلينا كذبا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نقطع إيه أولا دليل على أنه والي صالح، وثانيا نقطع وتينه، الوتين يعني حبل الحياة، يعني نقطع حبل حياته يعني نقتله، يعني أولا نقطع يده وثانيا نقطع
كلمة زاد علينا، نبي كلمة ولا ينقص كلمة ولا يعطي من كيسه صلاة زائدة أو ناقصة أو في فكرتي هذا أو هذه نظرية أو مبحث علمي، لا لا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النبي هكذا يتكلم، الله لا يعبر عنه المعصوم نتيجة البحث، وإنما الله وفي صادق عادل إلى آخر صفات الله التي تقرؤونها في ليلة 19 21 23 جوشن الكبير. وإني أكرر وأؤكد، اقرأوا هذا الدعاء في الحقيقة، خصوصا الشباب، الحمد لله الكبار يعلمون كل هذه الأشياء ومربوطين من صغرهم بالحسينيات والمساجد وما أشبه. فإذا قلت إنسان كبير إن الله قريب أو رقيب أو شكور أو صبور أو كذا، كله يعلمه لأنه سامع وقاري مكررا. الشباب الذين نريد منهم أن يعرفوا الله وجلاله وأيضا قراءة القرآن لأن نعرف الأنبياء ونعرف أنهم معصومون إلى أبعد الحدود، والمستحيل أن يزيدوا كلمة أو ينقصوا كلمة. النتيجة حول الله وحول الأنبياء ومقارنة كانت مع الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس بمناسبة هذه الآية التي قرأناها، وهي قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.